شنو هو تسوس الأسنان؟ تسوس الأسنان هي عبارة عن تجاويف تكون موجودة على أسطح الأسنان، تحدث نتيجة لتفاعل البكتيريا مع السكريات والنشويات اللي يقوم أي شخص بتناولها. كيف تتفاعل البكتيريا داخل الفم؟ تتفاعل مع السكريات وينتج عنها أحماض، الأحماض اللي هي الأسيدز، تبدأ في نزع الكالسيوم من السن، وكل ما فترة الأحماض الأسيدز قعدت الفترة طويلة حتأدي إلى ضرر للأسنان، وهذا يعتمد على عدد مرات تفريش الأسنان. يعني بهي كم مرة المفروض تنظيف الأسنان في اليوم؟ أي شخص بعد ما يقوم بتناول وجبات يفترض أن هما يقوم بتفريش الأسنان على طول عشان يقلل من الأحماض اللي تسبب ضرر الأسنان. شنو هي المضار اللي تصير نتيجة تسوس الأسنان؟ أول شيء هو الألم، أي شخص حيحس أول شيء في بداية التسوس حيحس طبعاً في بألم. الأسباب اللي تحدث بعدها اللي هو السن هذه ممكن تنكسر، هذا يؤدي بالتالي مرات في بعض الحالات المتقدمة إلى حدوث خراج أبسس تحت السن وضرر لأسنان مجاورة. من ضمن الأضرار اللي تحدث نتيجة تسوس أيضاً اللي هي رائحة الفم الغير مرغوب فيها، هي تحدث نتيجة لوجود التجويف، والتجويف هذه يتراكم فيها الأكل بصفة مستمرة. علاش لا يفضل طبيب الأسنان خلع الدرس؟ أي طبيب أسنان أكيد يفضل علاج السن بدل أن يخلعها. ليش؟ لأن مهما كانت التعويضة أو السن الصناعية اللي حيديرها طبيب الأسنان للمريض مش حتكون في جودتها أقل من جودة السن الطبيعية. لذلك أنا ننصح أي شخص أنه هو يعالج السن أفضل، وتكون حلول بتاعت العلاج أفضل من حلول الخلع. شنو هي الأغذية المضرة بصحة الأسنان؟ الأغذية المضرة للأسنان هي اللي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، السكريات، هذه حتضر بالأسنان لأن هي تعتبر الغذاء أفضل غذاء للبكتيريا الموجودة في الفم، فبالتالي تؤدي إلى التسوس. من ضمن مثلا المشروبات الغازية. طيب شنو الأغذية المفيدة لصحة الأسنان؟ بالنسبة للأغذية الكويسة الأسنان هي الخضروات والفواكه بأنواعها اللي هي تكون غنية بالألياف، زي مثلاً التفاح. الأدوية المضرة بالأسنان شنو هي دكتور؟ عندنا أكثر من نوع من الأدوية. أول شيء هي الأدوية اللي تسبب جفاف في الفم، زي أدوية اللي هي أدوية الاكتئاب، الأدوية المضادة للحساسية اللي هي مضادة للهستامين، بعض من ضمن أدوية ضغط الدم، وبعض من ضمن أدوية القلب، هذه تسبب جفاف الفم. ثاني نوع من الأدوية هي الأدوية اللي تسبب تورم في اللثة، هي زيادة في حجمها. الأدوية هذه زي اللي هي مجموعة أدوية اللي هي سايكلوسبورين، الأدوية هذه هي مثبطة للمناعة، يتم وصفها للأشخاص اللي قاموا بعملية زراعة للأعضاء اللي هي الكبد والكلى، هي تقلل من مناعة الشخص بحيث أنها تمنع من رفض الجسم هذا للعضو المنقول له، فهذه تسبب تورم في اللثة. وبعض الأدوية أيضا اللي تسبب مشاكل هي أدوية الصرع. طيب شنو هو الحل للتخفيف من ضررها على الأسنان تحديدا؟ بصفة عامة الفائدة بتاعت الأدوية هذه، الفائدة بتاعها حتكون أهم وأحسن من المخاطر اللي تنتج عن جفاف الفم، تمام؟ فالبديل أنا ننصح أي شخص أنه يتناول كميات كبيرة من المية عشان يقلل أعراض نقص اللعاب اللي هي جفاف الفم. هل في أدوية تسبب تلوين الأسنان؟ في سنة 1950 اكتشفوا أن في مضاد حيوي نوع تتراسايكلين يسبب في تلون الأسنان خاصة عند الأطفال، وهذا لو المرأة الحامل خذته أثناء فترة الحمل، لذلك يمنع استعمال مضاد الحيوي نوع تتراسايكلين أو وصفه للمرأة الحامل عشان تجنب لي حدوث تغير في لون الأسنان عند الأطفال. بهي شنو أضرار المضاد الحيوي على صحة الأسنان دكتور أنس؟ نفضل أن المضاد الحيوي يوصف من قبل طبيب، نحن نوصفه في حالات معينة. طب الأسنان عامة يتم، أنا نفضل هو علاج موضعي، يعني لو سن
خلاص ما عادش تنفع السن هذه نحن نعالجوها تخلع ولا شخص ياخذ مضاد حيوي. لو السن هذه ممكن نحن نعالجوها وندير لها جلسات حشو عصب وجلسات تنظيف نفضلوا ان نحن ندير لها علاج بدل ما اي شخص ياخذ مضاد حيوي خلاص. شنو المشاكل المترتبه على خلع الاسنان؟ المشاكل المترتبه عن خلع السن اول شيء اللي هو يحدث ميول في الأسنان المتجاورة. الأسنان المتجاورة حيصير لها ميول. الأسنان المقابلة للسن اللي فقدت هذه حتنزل لتحت وبالتالي تسبب ضرر في اللي هو العضة بتاعة الأسنان وبالتالي حتؤدي إلى فقدان السن اللي هي المقابلة. شيء آخر هو يصير هو الضمور للعظم في مكان السن المفقودة، لذلك هذه حتؤدي إلى أن بعدين لو شخص بيزرع سن بما مش حيقدر يزرع. أخيراً دكتور، شنو النصيحة اللي تقدمها للي يبي يخلع سنه؟ ننصح أي حد ناوي إنه هو يخلع سنه وناوي بعدين إنه يزرع ما يتأخرش في فترة الزراعة أول شيء. ثاني شيء إن إمكانية إنه يشوف الطبيب اللي حيزرع له مرات يقول له لازم تزرع عظم أول ما يخلع السن على طول يحطه فيه عظم اللي هو مكان الفراغ مكان الجذر عشان يكون فيه إمكانية وقابلية إن الشخص هذا يزرع سن في المستقبل. إذا مشاهدينا هذه كانت فقرة طبيب العائلة اللي كانت مع دكتور أنس إرجب اللي تكلمنا على تسوس الأسنان. بهيك مشوارنا في برنامج الصبح كمل، ولكن حلقاتنا ما زالت مستمرة. استنونا يوم الأحد، أنا حنكون أنا وزميلي إبراهيم الحوتي في حلقة جديدة ومواضيع جديدة وأخبار جديدة. أكيد نتمنى لكم سهرة موفقة ونتمنى لكم جمعة مباركة، وما تنسوش طبعا حيكون يوم الخميس لايف في شاعر ليبيا. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق، ومني أنا وميمة البشير تاني ميرت.